الأزمة الاقتصادية لا زالت مستمرة، وصاير الشخص أو الموظف بينشد من أطراف كثير، أطراف عديدة اللي هي الراتب، المال، القلق، الضغط النفسي، شعور الدائم بأنه لازم يسوي شيء، بس أحياناً ما يقدر يسوي شيء، يعني مو دائماً متوفرة الخيارات. ما الذي يمكن عمله يا دكتور في هذه الحالة؟ صباح الخير استاذة مها، صباح الخير على مشاهدينك ومستمعين ومتصفحين، واليوم صباح الخير على يزن اللي خلى هذا اللقاء قابل للحصول. اعتقد انه احنا يبدو انه هدأنا من موضوع الجائحة الوبائية، والآن بدينا نفكر بالجائحة الاقتصادية وهي الجزء الثاني من الجائحة. كل أصحاب الأعمال، مش بس الموظفين، حتى كبار المستثمرين تحت ضغط شديد، المتغيرات اللي هم ما لهم يد فيها. لا أعتقد أي شخص في العالم يستطيع أن يتوقع ماذا سيحدث بالغد، وهذا واحد من أكبر أسباب القلق والتوتر اللي بيعانوا من عنده الآن، لأنه لا يوجد طريقة لاستقراء الغد. في نظرية في علم النفس عن أسباب حدوث القلق والاكتئاب اسمها learned helplessness، عندما يتعرض الإنسان إلى ضغوطات شديدة من مناطق، من مكانات متعددة، ولا يستطيع أن يتنبأ ماذا سيحدث بالغد، ثم لا يستطيع أن يتنبأ ماذا يستطيع هو أن يعمل عشان يتخلص من هذه الضغوطات، وتبدأ عنده علامات القلق والتوتر اللي حضرتك ذكرتيها في التقرير اللي نشرتيه. طب دكتوري، يعني نسبة كبيرة، يقول لك 71% يعانون من التوتر، 51% بشأن المال تحديدا، أكثر من النصف يفكرون بتغيير أماكنهم أو وظائفهم من أجل الحصول على راتب أكبر. معناها كل الناس عندها انقلاب خلال هذه الفترة في طريقة التفكير، في إيجاد فرص جديدة، حتى في يعني نسبة كبيرة من القلق اللي حاصل حاليا. ما الذي يمكن عمله بشأن المستقبل، خلينا نقول المهني، للموظفين؟ هي هذه المسؤولية التي يجب أن يقوم بها أصحاب الأعمال والشركات الكبرى. يجب أن يهيئوا نوع من الضمان ولو المرحلي عشان الموظفين يشعروا أنه في نوع من الانتماء لهذه المؤسسة. بس يا دكتور، حسب الاستطلاع يعني هم بنفسهم أصحاب الأعمال وقادة الأعمال هم محطوطين في نفس المشكلة، في نفس الدوام أيضا، لكن بيظل هو تأثير على الموظف الأصغر هو أكبر. لأنه لما نتكلم على أنه شخصية مثل إيلون موسك يخسر 200 مليار تروح في الهواء، تختلف عن أنه شخص يفقد كل مداخيله، مستر بيزوس ومستر يعني ماسك، بالنسبة لهم هذه الخسائر تعتبر طفيفة، وأي شركة عملاقة الآن خسائرها طفيفة مقابل خسارة الموظف كشخص، خسارة المؤسسة نفسها لفرد متدرب عندها ساعدت في إنشائه، ساعدت في استقراره، بنت عنده روح من الانتماء، ثم فجأة تخلت عنه لأسباب مادية. هذه ظروف صعبة، أنا عارف أنه كلنا الآن لا نستطيع أن نتنبأ ما سيحدث بالغد، لكن يجب أن يكون في عقد مجتمعي وبالإضافة لعقد وظيفي يسمح للمؤسسة أنه تطمن الموظفين حتى يستطيعوا ينتجوا. أنت عارفة أنه الموظف إذا لم يشعر بالانتماء ولا يشعر برعاية المؤسسة، راح يصير اللي بيصير في 51%، أنه هو بيفكر أنه ينتقل أما إلى شركة أخرى أو يضيف عمل إضافي أو يضيف إلى اتجاه عمل مختلف جدا، والخسارة هنا على الطرفين. طيب دكتور، ذكر في البحث كلمة الصحة العقلية أكثر من مرة، وأنه موظفين الموارد البشرية قلقون على الصحة الموظفية أو العقلية للموظفين. إيش نعني بالصحة العقلية؟ إيش الفرق بين الصحة العقلية والصحة النفسية؟ هي تقريبا نفس الشيء، هم لأنه كان في استجمع على موضوع كلمة نفسية، فحبوا أنه يوسعوها أكثر ويضيفوا لها مجموعة اضطرابات أخرى ما لا يمكن تصنيفها كأمراض نفسية بس كاضطرابات نفسية، فسموها الصحة العقلية mental، وهي لأنه ترجمتها باللغة العربية عقلية، لكن مع الأسف هي الترجمة قد تكون مو كثير لطيفة لبعض الأشخاص. لكن هو حالة القرار النفسي
وحالة الرغبة في الذهاب إلى العمل وحالة الشعور بالرضا عن الذات أثناء أداء العمل هي هذه الصحة العقلية الوظيفية اللي الآن كل المؤسسات تحاول أنه تهيئها للموظفين ضمن الإمكانيات اللي متوفرة، ونفس الموظف يبحث عنها. خلي في بالك، إحنا قبل حوالي سنة ونص كان في كلام على أنه أثناء الجائحة بسبب التوترات الشديدة على صحة الإنسان وعلى حياته وعلى أسرته، كان في نفس التوجه، إلا أن هذه المرة النظام المالي أنهك بسبب الجائحة، ثم أجت حالة عدم الاستقرار اللي محيطة بينا كلنا هي اللي خلت الأمر الآن أكثر صعوبة مما حدث في كورونا. طب اتخاذ القرارات في هذه المرحلة دكتور، العالم متوتر، الوضع الاقتصادي لا زال متأزم، يعني في عندنا الآن يعني رأيين، رأي يقول خليك على ما انت عليه طالما يعني أمورك تمام وعندك دخل، حتى لو ما كنت راضي مثلا عن الدخل أو عن طبيعة العمل، لكن أنت أفضل ممن سرحوا مثلا من أعمالهم أو فقدوا أعمالهم بسبب هذه الأزمة الاقتصادية. اتخاذ القرارات في مثل هذه الظروف قد يكون أمر صائب، أو يجب الانتظار أنه الواحد يكون عنده فسحة أكبر ويكون ذهنه صافي أكثر؟ احنا ننهى الناس نهائيا عن اخذ اي قرارات في مرحله القلق والتوتر، زيهم زي القضاه. في حاله التوتر الانسان اول شيء يفكر به ان يهرب، ويهرب مو بالضروره بالاتجاه الصحيح، المهم مجرد يهرب من الضغط والتوتر شعورا منه انه خروجه من الضغط والتوتر معناها راحه له دون حساب العواقب. لكن انا اتفق مع كل الناس اللي تقول انه الوقت الحالي هو وقت الهدوء، وربما بعض التضحيات أنه نفس الموظف قد يمشي مع توجه المؤسسة في تخفيض الحوافز، تخفيض المرتبات، زيادة ساعات العمل، حتى كلنا نخرج من الـ 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 الأزمة هذه. لكن بس هذا بيزيد التوتر عليه بشكل عام، يضمن له استقرارية مادية حتى لو كانت بالحد الأدنى. ما في حد رح يرضى أنه مثلا يجلس في الشارع ينتظر الضمان الاجتماعي، انه وخصوصا اذا كان موظف احترافي عنده مهنه مطلوبه. لكن بالمقابل انا معك انه من حقه هو كمان ان يبحث عن الافضل. الافضل برايي انا، وهذا رايي ليس اقتصادي، انه هو الهدوء في الوقت الحالي افضل بكثير من التسرع اللي ممكن يدفعنا له التوتر وتكون عواقبه بعض الاحيان ماساويه. الله لا يجيب العواقب المأساوية يا دكتور، إن شاء الله دائما أمورنا هادئة ومستقرة. ونشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم من اسطنبول، استشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي.